بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من أخبار الصحية أو أحدث الأخبار الصحية اللي بنتكلم فيها عن بحث جديد منشور على مادة الإيبيوبروفين. إيبيوبروفين ده مسكن وخافض للحرارة وكل الناس عارفاه، معروف بدول كتيرة الأجنبية، اسمه تايلينول، عندنا بروفين وبايبروفينين، كل الحاجات الدول موجود فيها، وموجود حاجة اسمها أوتو سي، يعني تقدر تصرفه من أي صيدلية بدون رشد. لو دخلت مول وفي صيدلية مع الموز ومع الجبنة ومع كل حاجة، تقدر تحط علب الإيبوبروفين وتاخده معاك البيت. وعندك وجع في الظهر، عندك ألم في الركبة، في سخونية، اي الم، اي وجع، اي التهاب، بتاخده الايه البروفين من ضمن المسكنات. عندنا بحث النهارده ثبت ان الايبوبروفين مضاد للشيخوخه. ازاي بقى الكلام ده؟ وايه حكايه الشيخوخه واعراض الشيخوخه والتقدم في السن وامراض الشيخوخه والحاجات دي، واتعمل ازاي البحث والنتيجه الجميله دي، وامتى نستعمل ايبوبروفين، وازاي نستعمله للاغراض دي واحنا مطمنين. وده اللي هنشوفه في حلقه النهارده مع البحث الجميل بتاعنا النهارده. وطبعا كالمعتاد هحط لكم البحث في المصادر. بالنسبه للايبوبروفين او للجماعه اللي بيدرسوا موضوع تاثير المواد سواء طبيعيه او سواء كيماويه مخلقه غير مخلقه على عمر الكائنات، هل هيطيل العمر وبيطيلوا ازاي؟ ما محدش بيجرب على الانسان تجربه حقيقيه، ما اقدرش اجيبه في المعمل واجرب عليه. بنجرب الاول على خلايا، وحيده الخليه زي الفطريات، خميره، الحاجات دي. نجحت التجارب، نروح نجرب على ديدان، في ديدان صغيره كده، صغنونه خالص، ماشي، اسمها النمدوده، ماشي، بتتكاثر بسرعه قوي. بنجيب دبان، ماشي، ذبابة الفاكهة اللي بتشوفوها تتلم كده، لما تبقى فيه شوية فاكهة هتعفن كده هتلم، بنجيب دبان ونديهم الحاجات دي في مية الشرب، ونشوف المجموعة اللي ما بتاخدش والمجموعة اللي بتاخد، هل في فرق في العمر بتاعهم ولا لا؟ قل زاد وبنسبة قد إيه؟ فالكلام ده اتعمل على الإيبوبروفين. ليه عملناه على الإيبوبروفين؟ لأنه مادة موجودة في الصيدلية، مش هتحتاج أي موافقة جديدة، مادة رخيصة، فإذا نجحت التجربة معاها يبقى إحنا حصلنا على إنجاز كبير. وهو ده اللي حصل مع الجماعة بتوع جامعة تكساس إيه أند إم. جماعة اللي في جامعة تكساس إيه أند إم عملوا التجارب دي على الحشرات والديدان وهذه المخلوقات العجيبة. طلع بقى يا سيدي إن فيه له تأثير على إطالة العمر عنده. الخميرة عمرها زاد بنسبة 17%، الدبان والديدان زاد بنسبة 10%. فبيقول لك لو الحاجات دي بقى على الإنسان وبنجرب عليه الإيبوبروفين وزدنا 10% بس، ده يبقى 10 سنين زيادة في عمره، 10 سنين بصحة زيادة في العمر، وده حاجة كويسة. الناس كانت بتاخد الإيبوبروفين دي وهي خايفة، تقول لك ده مضادات الالتهابات دي مشكلة، وفعلا لها بعض الأعراض هذكرها في آخر الحلقة، ماشي. لكن خلينا في النتائج دي. إيه النتائج الجميلة دي اللي شغل الجماعة دول عملوا عشان يعرفوا الكلام ده، عشان نقدر بقى نخش على الإنسان ونحاول نعمل معه حاجة تحسن صحته، ومحدش هيعرف يطول عمر حد، تمام، حتى باعتراف الأجانب اللي ما بيؤمنوش بحاجة، تمام. فقال لك بس نحسن صحة الناس، هتعيش عمر، عيشه بحلو، عيشها بصحة. طيب هل انت إيبوبروفين شغلك كمضاد للالتهابات ومسكن هو ده اللي طول عمر الكائنات دي؟ قال لك اصلا الإيبوبروفين الحاجة اللي بيشتغل عليها في انزيم كده اسمه الكوكس، هو بيشتغل عليه فينا فيقلل، يسكن ويخفض الحرارة ويقلل الالتهابات، حاجة اسمها كوكس سايكل اوكسجينيز، ودي الدكاترة كلها عارفين. اصلا الانزيم ده مش موجود في الديدان دي ولا في الدبان ده ولا في الحاجات اللي عملوا عليها التجارب دي، الخميره وكشلوا منها، ومع ذلك لقوه بيطول عمرهم 17% و10%. ايه دور بقى يا عم، لقينا يمكن نلاقي حاجه جديده، بيشتغل على حاجه جديده، وفعلا حاجه جديده غريبه، لقوا ان هو بيجي على الخليه ويديها
نسبة صيام معين. يعني ايه صيام؟ يعني يمنع عنها غذاء معين. عارفين الصيام الانتقائي اللي يقول لك مثلا انا هصوم عن حاجة معينة بس، هو منع عنها دخول حمض اميني اسمه التريبتوفان. يعني انت يا خلية كلي كل الاحماض الامينية، اسمع انتوا تسمعوا البروتينات والاحماض الامينية ولا حاجة، كلي كله، لكن تيجي عند التريبتوفان ده تاخدي 70% بس. يعني زي اللي بقى وجبتك في اليوم 3 رغيفة، ليك رغيفين بس، تاخدي شوية صيام. فالنقص اللي حصل في الحمض الأميني ده أزعج الخلايا، قال لا ده احنا مش هنلاقي بقى، فاحنا لا ده في مشكلة. فبدأت تنتبه حاجة بيسموها يا جماعة في العلم بتاع الشيخوخة، حاجة اسمها هورميسيز، مصطلح بقى علمي لهورميسيز، اللي هي ايه؟ اللي هي يعني اضغط عليه علشان يقدر يجمد ويقوى، زي الفرق بين الإنسان المتدلع والإنسان اللي هو متمرمط. اللي عندك عيل عيلين، لو جبت واحد دلعته ورفهته طول عمره مشاكله محلولة وكل حاجة في إيده، و و و يطلع مرخرخ، يطلع خايب. لكن لو نشفت عوده حطيته دايما في ستريس، ماشي، ولذلك تلاقي الانسان اللي متربي في الصحراء وفي الغابه والحاجات دي تلاقيه اعصابه جامد، يتحمل مشاكل ويتحمل. لذلك الولد بيدخلوه عسكريه عشان عظمهم ينشف كده. فانت الاستريس البسيط اللي ما يدمرش، اللي ما يقتلش الخليه، بيقويها. الضربه التي لا تقتلك تقويك، هو ده اسمه الهرميسيس. فلا انه بيمنع عنها حمض اميني بنسبه معينه، مش كان، فبيدخلها في الهرميسيس فبتبقى اقوى مما كانت عليه، وبتعيش مده اطول هذه الخلايا. فلاقوا ان هو الى جانب بقى في البني ادمين بمضاد للالتهابات والسخونيه، ولكن بيدخل الخلايا في حاجه اسمها هرميسيس. فاهلك خلاص، يبقى كده الايبوبروفين ممكن يعني يكون له فوائد عند الانسان، ما نعرفش، ما جربناش على الانسان. ولكن بينصحوا بايه بقى يا جماعه بتوع البحث ده؟ بيقولوا ان ما تخافش بقى لما تاخد تايلينول ايبيبروفين او بايبروفينيد او بروفي اي دواء فيه ماده الايبيبروفين، ما تخافش منه الا اذا اولا ما تمشيش عليه على طول، ما تمشيش يوميا بقى عمال كل يوم الصبح الدكتور سامي قال ان في بحث ان الايبيبروفين هيطول عمري. لا يا باشا، ما نعرفش في البني ادم. كل الحاجات تقريبا اللي جربوها على الحيوانات دي والحاجات دي وطولت عمرها فشلت مع الانسان، حسنت صحته ما لهاش دعوه بتطول عمره، عشان ما حدش يتكلم في الحكايه دي، تمام. كل الحاجات اللي قالوا ده بتطول، كل في الحاجات دي ما بتطولش، ماشي، وفيهم حاجات مفيده قوي وجميله قوي وبتاع، وهنبقى نتكلم عليها في حلقه. واتكلمنا على حلقات قبل كده على الميتفورمين، وانه بيخليك تعيش 20 سنه بصحه اكتر، والميتفورمين بالذات اللي هو جلوكوفاج مهم جدا للجماعه اللي بياخدوه. فانما الايبوبروفين اذا انت بقى قدامك عندك التهاب في المفاصل، ماشي، وقدامك نوعين من المسكن عاوز تاخدهم، او الم في الظهر او سخونيه او صداع، وعاوز نوعين او ثلاثه من المسكن، روح على الايبوبروفين على طول. خليه دايما في نظامك العلاجي، هو اوتو سي. يعني اوتو سي يعني بتروح تجيبه من الاجزخانه في الدول الاجنبيه، ممنوع تصرف في الدواء اللي برشد وصفه، لكن ده تقدر تاخده من غير وصفه خالص، هو والاسبرين والحاجات دي. فخلي الايبوبروفين هو الفيرست تشويس بتاعك، ده الاختيار الاول، لكن ما مشيش عليه كل يوم. ليه يا سيدي؟ لان له اعراض جانبيه على وظائف الكلى. حد هيمشي على المسكنات دي طول العمر؟ له مشاكل مع المعده، والناس اللي عندها قرحه عارفين، ما بياخدوهوش علشان القرحه بتزيد عندهم، بيعمل يعني التهابات في المعده. ما ينفعش ان احنا نستمر على مضادات الالتهاب دي على طول، تمام. فدايما عندك علبه الايبوبروفين، اي حاجه للصداع، اي حاجه للكلام ده خد. دي الحكمه اللي احنا ناخدها من البحث ده يا جماعه، ان هناك اشياء تحسن الصحه دون ان نعلم، وبنعلمها لما نعمل التجارب. منها ايه بقى؟ النهارده اهو عرفنا اهو الايبوبروفين. طب قلنا قبل كده ايه؟ قلنا الاسبرين، ماشي، في ناس بتاخده كل يوم جرعه صغيره عشان تتقي شر الجلطات بتاعه بعد سن الـ40،
تمام، وقلنا عن الحلقة بتاعته لا ينصح بأخدانه بعد سن الستين يوميا، إلا برضو تخليه عندك لأي ظروف كده تاخدوش يوميا إلا لو الدكتور كتبه لك، تمام. وقلنا الجلوكوفاش اللي بيتاخد للسكر وبيتاخد للتخسيس وبيتاخد للمبايض والتكيس، وبياخدوه دلوقتي ثابت ان له مضاد للالتهابات بتاعة التليفات بتاعة الكبد وللقلب مش عارفين يعدوا حاجات فوائد الميتفورمين ده، وبتلاقيه في ادويه السكر كتير وله عيب واحد، ماشي، حتى الان عيب واحد، بيقلل امتصاص فيتامين ب 12، فيتامين الاحمر، فلذلك اللي ياخده ياخد معاه حقن بي 12، تمام، سواء الجرعه الانتي ايجنج، جرعه اللي هي بتاعه تحافظ على الشباب يعني، وطبعا جرعه اللي هي جرعه النص جرام في اليوم، او جرعه جرام والاثنين جرام بتاعه الايه علاج السكر. فهم الاسبرين والمتفورمين، وفي كمان الاستاتين. عارفين الاستاتين يا جماعه بتاعه الدهون؟ بيقول لك الدهون عنده عاليه وهياخد الاستاتين، وبرده دي لقوها لها انتي ايجنج افكت، بس طبعا هو حد يروح ياخدها؟ دي بتتكتب بامر دكتور، تمام، دي لها انتي ايجنج عشان ايه؟ عشان بتمنع تصلب الشرايين، فلما تتصلب الشرايين في ارتفاع في الضغط وفي جلطات وفي الكلام ده، فاحنا لما ننزل الكوليسترول نمنع الكلام ده، فقال لك تبقى انتي ايجنج، تمام، لكن لها اعراض جانبيه كتير، ماشي، ولها مشاكل ممكن نتكلم عنها في حلقه، بس عشان ما نطولش الحلقه دي اكتر من كده. واخيرا ده الخبر الجميل اللي عندنا النهارده من ضمن الاخبار الصحيه، وانا بشكر كل اللي بيعملوا لايك واللي بيشتركوا في الحلقه، وبخص بالشكر المنتسبين الى القناه، وببلغهم ان انتسابهم الفلوس بتاع انتسابهم دي بتروح فقط للبحث العلمي، بتخش مع الحاجات المصاريف اللي احنا بنحتاج ساعات مصاريف نسريه ما بتقدرش انت التموين اللي بيجي لك تقدر تاخده منها يعني. فده يعني ده اللي عندنا النهارده، والى لقاء في حلقه قادمه واخبار جديده او موضوعات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.